ده شكل الفانوس يا حبايبي. بعد ما خلصناه اتمنى يعجب حضراتكم وتقدروا تنفذوه بكل سهولة بالمنظر الجميل ده. لو عجبك الفيديو ما تنسناش من لايك والاشتراك في القناة حتى يوصلك كل جديد. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة وراحة بال. بإذن الله النهاردة كده هنعمل بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، هنعمل كده فانوس رمضان. انا من فكره بسيطه جدا تقدر اولادنا تعملها في البيت ومش مكلفه، ولا هنصرف فلوس كتير ولا اي حاجه خالص، وبرضه هنفرح اولادنا من غير ما نتعب جيوبنا. بسم الله. انا معايا كده ورق كانشن خفيف، تمام، اللي بيقولوا عليه ورق اللوح، يعني هقيس من فوق هنا 2 سنتي كده بالطول. بسم الله. هاخد خط ال2 سنتي بالشكل ده كده، تمام. وبرضو من الجهة المقابلة برضو هاخد برضو 2 سنتي. طبعا ممكن تعرض الخطوط دي زي ما انت عايزة، بس انا شايفة ان هو 1.5 ده مناسب قوي بالشكل ده. كل الشرايط دي هنفتحها كده، همشي على الخط بالظبط طبعا لحد ايه، طبعا لحد الخط اللي بالعرض ده، وبرضه هنا كده ما وصلش للاخر، تمام، يعني بالشكل ده كده واضح اهو. بالشكل ده، بالطريقة دي كده. أعمل كمان خط معاكم. بس ده كده بالشكل ده حبيبي اهو، وهاجي هتني الجزء ده بالشكل ده كده، يعني مش محتاج لزق ولا حاجه اهو بالشكل ده، تمام. وهاجي مع بعض هلزق كده الجزء ده كده اهو، ومن فوق برضو طبعا انا بتنيها عشان اعمل لها مثلا ايه، عشان اعمل لها سمك كده بالشكل ده. والزق الجزء اللي فوق ده
كده يا حبيبي، تمام بالمنظر ده كده. تمام، هجيب ورق الفوم ده، انا محتاجة منه إيه، انا هجيب كده عرض 15 وطول 30 سنتي، وهاجي هلفهم كده زي حلقة كده بالشكل ده. تمام، زي حلقة كده، وايه واحطهم جوه الفانوس. طبعا دي هتثبت لي الفانوس، هيفضل ثابت، وهاجي وألدق طرف الفانوس بالمنظر ده كده، داير ما يدور بقى، وخلي اللزق طبعا يبقى ثابت اهو. بالمنظر ده كده اهو. طبعا لو عايزه تعملي الجزء اللي جوه ده لون تاني، بس انا حبيت ان انا اعمله نفس اللون برضه، هيدي شكل احسن. وعندي الفوم مخرم هيساعدني برضه ان هو يعمل اضاءة حلوة بالشكل ده كده اهو. تمام، وهاجي برضه من تحت وايه تحت، وهلزق طبعا اللي بالمنظر ده، هيخلي لي الفانوس ثابت معايا بالمنظر ده. هلزق بقى الحلقة بعض بعد طبعا ما ايه ما خدت المقاس كده اهو، وبرضه كده. لو وصلت معايا لحد هنا حبيبتي، ما ننسيش من لايك، يا رب الفانوس يعجب حضراتكم وتفرح بيه اولادنا. اللي تحت بلون تاني. تمام، انا بقى اهي هعمل هنا كده شراشيب كده صغيره، في الجنب التاني. طبعا كل الحاجات دي اضافات بقى، لو ايه نلعب فيها زي ما احنا عايزين بالشكل ده. وهاجي كده حبايبي بالشكل ده كده، تمام بالشكل الجنب التاني. المنظر ده كده تمام. ده شكل الفانوس يا حبيبي بعد ما خلصناه، اتمنى يعجب حضراتكم وتقدروا تنفذوه بكل سهولة بالمنظر الجميل ده. لو عجبك الفيديو ما تنسناش من لايك والاشتراك في القناة حتى يوصلك كل جديد. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.